هذا حيكون آخر فيديو للهزبند في وحيحكي عن لاب بسس والكلاب. هلا أول إشي أجزاء الكلب بالتفاصيل هون، بس بدكم تعرفوا كمناطق، يعني بنطق بشكل عام هاي المنطقة سكروف، هاي سايد اوف تشست، هاي سايد اوف بلي، هاي الفلانك، هذول بدكم تعرفوا تحفظوهم. نفس الإشي تبعون الكلابس. هلا بودي لانجوج، لغة جسد الكلب بنقدر نعرف منها كثير أشياء. أول إشي بنقدر نعرف البلايفل، إنه هو انه بده يلعب بده يتسلى، انه عادي انه من لغه جسمه. كيف اول إشي بهاي الحاله لما يكون بلايفل بكون اول إشي ودنين مرفوعين ears up، البيبلز دايليتد اللي هم البؤبؤ بكون متوسع، الماوث اوبن والتونج maybe exposed، الفم دائما بكون مفتوح ولسان يمكن يكون مبين. واهم إشي طلعوا كيف ايديه بكونوا، بكونوا الفرونت اند بكونوا لوورد نازلين لتحت بوينه هيك زي انهم مطعوجين لقدام، والتيل عادة بيكون مرفوع وقاعد بهز يعني اوكي بشكل برود يعني بشكل جزئي، لانه هو اصلا هلا هاي الحركه بتكون تعرفوا ايش انه دوجز ويل هولد ذس بوزيشن، انه حيعملوا هاي البوزيشن يعني يدوب للحظه بعدين فجاه تلاقيهم ركضوا او عملوا اي حركه، فاهمين انه هاي خاص بس بكون معناها بدهم يلعبوا فبيعملوها للحظه عشان يفرجوك انه هيني بدي العب وبركضوا. وهاي المعلومات اللي هلا حكيتها. هلا اتنتف، attentive يعني انه عم بنتبهوا لصوت معين او لاشي معين من بعيد. ايش بكونوا عادة بيعملوا؟ اول اشي بكون عيونهم متوسعين، بكون ادنيهم لقدام تمام، وممكن حتى في احتمال اذا طلع صوت او عم بيحاولوا يسمعوا صوت حي زي كأنهم هيك حينتشوا لقدام، انه حيصيروا يتحركوا يعملوا تشينج. النوز والفورهيد بكون سموث، بكونوا لقدام زي الصورة، تمهم بكونوا closed، وبكون عادة بتحسهم زي كأنه طلع زي كأنه مقدم لقدام، يعني زي كأنه وقف على أصابع إجري، فبكون standing tall on toes وthey lean forward slightly. هلا الديل تبعه بكون horizontal، إيش يعني horizontal؟ بكون بشكل أفقي وممكن يتحرك شمال يمين بس بضله بشكل أفقي. وهي الأشياء اللي حكيتها. submissive urination. هلا بعض البوبيز أو الكلاب الصغيرة بالعمر عندهم انه تندنسي ايش بيعملوا لما تحطهم بموقف جديد ومو عارفين يتعاملوا معه، عاده ايش بيعملوا؟ بيعملوا حالهم تمام، انه بطلوا عارفين شو يساووا فبيعملوا حالهم. مثلا لما واحد غريب يجي يتعرف على الكلب بتحمس مرات بيعمل حاله، لما يجي صاحبهم من الشغل من كتر ما هو بكون مبسوط ومتحمس نفس الشيء بعمل submissive urination. هذا بكون عاده اشاره انه الكلب مو عارف ايش انت بتوقع منه يعمل، فهو مو عارف ايش يساوي فعلى طول بتلاقيه عمل يورينيشن. هلا في عنا كمان اشي اسمه فير بايتنج، فير اللي هو الخوف، بايتنج اللي هو العض. هلا هون كمان ما بكون الكلب عارف what's expected of them، بس ايش فيه هون الكلب ما بكون حاسس بالسبمسف، سبمس يعني سبمشن ايش معنى الخضوع او الطاعة تمام، اللي هو مفروض يكون ايش الكلب حاسس بالسبمشن ومين المسؤول عنه او مين الالفا بالعلاقة بيناتكم، حيكون دايما الاونر، انت اللي بتحكي له شو يساوي، انت اللي بتعمل له تريننج، انت المسؤول يعني انت اعلى واحد بالعلاقه. الكلب اذا حس او بدا يقتنع بالعكس انه لا انت السبمسيف والكلب هو المسؤول، حيصيروا ايش؟ حيبطل عندهم السبمشن، فما بيعملوا سبمشن يورينينج لما يخافوا او لما يتحمسوا او هيك، ايش بصيروا يعملوا؟ بصيروا يعضوا، فذي رياكت ان ابروبريتلي للسينجرز. ايش بصير عندهم هون؟ البابي لما يكون افريد وقلنا نوت كومبليتلي سبمسيف بتصير هاي الحاله، بس ايش بصير؟ هلا عاده بيبين انهم خايفين من البودي لانجوج تبعهم، بس بيحاولوا يهربوا من اي موقف ممكن انه تهددوا فيه. اذا لقوا انه ما في هروب وانه محاصرين بعضوا. البودي لانجوج تبع الكاتس، اول اشي حركه البيردينج، بيردينج اللي هو عمركم حاولتوا تعملوا حرف الار بسرعه هيك بكونوا بيعملوا، بكونوا بخنجروا. اللي عنده بس من قبل او شافهم او تعامل معهم بعرف هذا الصوت، بكون زي كانه بتحسوه طالع من جواتهم، يعني ما بكون فاتحتهم، بكون هيك عامل وسامع الصوت. هلا هذا بكون عادة معناه انه لبس مبسوطة contentment، انه مبسوطة عادي مرتاحة وكله تمام، بس بحالات معينة بكون معناها انه هو بستريس، ممكن يكون معناها انه هو in pain، وهاي الكلمة اللي هي ايش هون مكتوب just before it's dying، يعني ممكن انه قبل ما تموت بالضبط تكون قاعدة بتعمل هاي الاصوات من الوجع او من الستريس او هيك. وبنفس الوقت البيرينج عادة معناها seeking companionship، انه بدها حدا يكون جنبها وقريب منها وهيك، فعشان هيك بتعمل هذا الصوت لما تكون مبسوطة أو لما تكون ستريسد أو قبل ما تموت أو هيك، عشان seeking companionship بدها حدا جنبها. هلا الفيلاين
كيف تعمل لك جريتينج، كيف بترحب عادة بالإنسان لما يعني يجي عندها. هلا مو دائما عادة لما تكون متعودة عليك أكيد، عادة they roll to greet، يعني بيجوا هيك على ظهرهم وبعملوا زي هاي الحركة، ولما يعملوا exposement للبلي لبطنهم هاي sign of trust. أوكي بكون بثق فيك كثير، لأنه بيعتبروا إنه البلي يعني زي كأنه مسلم حاله لك إنه عادي إنه بثق فيك، لأنه هاي منطقة ضعيفة بتكون فيهم. أوكي بس بنفس الوقت لما يفرجيك إياه ما تروح تحسس على بطنه، مو زي الكلب. البسس ما بيحبوا هذا الشعور، بس بفرجوك إياه إنه عشان يحكوا لك إنه أنا بثق فيك. وبنفس الوقت ديلهم إذا يعني كانوا مش على الأرض واقفين، بكون عادة مرفوع لفوق ومعناته إنه willing to interact، إنه بدهم يتفاعلوا معك. زي هون طلعوا كيف مرفوع الديل، وعادة لما يكون هي التيل بيس اب بكون معناته confidence، انهم عندهم ثقة. اذا التب اللي هو الاخر اخرته بالضبط كان مرفوع لفوق يعني ستريت او منبعج كيرفد لشوي لليمين مثلا او للشمال بغض النظر، انه شوي عامل كيرفينج زي ما هاي الصورة عاملين، بكونوا ايش willing to interact وبكونوا friendly، سهل التعامل معهم وعادي انه friendly. وممكن يعملوا تيل سويشنج، التيل سويشنج اللي هو انه يودوا ديلهم من الشمال لليمين، كونفليكت انه ممكن يكونوا مو مرتاحين، تمام بكونوا بصراع وما لهم اشي. هلا الكلاب سوري البسس عندهم اشي اسمه بونتينج. ايش البونتينج؟ اللي هو هيد روبينج، لما انه يجيبوا راسهم ويحسسوا يعملوا له روبينج على على يعني اشخاص سواء كانوا بسس ولا انسان او على اوبجكتس اشياء يعني موجودين بالبيت. ايش بنسميها؟ احفظوها بونتينج. هلا بدكم تعرفوا في عنا اشي هلا الفيرمون برودكشن، انتوا عارفين شو الفيرمون برودكشن؟ هو انتاج الفيرمونات. وين بكون عند البسس؟ بالتشيك جلاندز وبالبري اوكيلر جلاندز. هلا اسمعوا بري اوكيلر سوري جلاندز، هلا التشيك جلاندز بكون هون عند الخدود تقريبا، تمام بكون عندهم هاي الغدد على التشيك تبعهم تقريبا فوق الشفه تبعتهم بالضبط. من هناك بنتج الفيرمونز، وعاده بيعملوا روبينج للتشيكس تبعهم بايش؟ بالاوبجكتس. اوكي فاذا تشيك جلاندز من خلالهم they mark the objects فيهم. اما البري اوريكيولر جلاندز بكون هو بالضبط قدام كل دان، بيعملوا يعني they rubbed مع مين؟ مع البيينجز. اوكي يعني طلعوا هون كيف عم يعني rubbing الدانين هم مع بعض، فمن خلال ايش؟ البري اوريكيولر جلاندز. ليه؟ لانه هون بيينجز. كنت تحفظ إنه الأوبجكتس الشيكس البينجز البري أوركيلر كلامس اللي هم عند الدم. هلأ ديفنسف بوستشرز لما يكونوا خايفين أو بدهم يدافعوا عن حالهم، لأي حيوان بالبيئة بتلاقيه أنت كدكتور بيطر وشو تعرف نعطة لما يكونوا خايفين وبدهم يحاولوا يدافعوا عن حالهم بيحاولوا يبينوا حالهم أكبر، تمام عشان اللي قدامهم يخاف. يعني الدب لما يجي إذا بتشوفوا فيديوهات أو هيك، الدب لما يجي بده يدافع عن حاله بتلاقوا بوقف على إجري ببين أكبر. الانسان حتى الانسان لما بيجي بيتقاتل بين حاله جحم اكثر، اوكي بحاول يكبر بمنظره. يعني البسس نفس الشيء، طلعوا كيف هون اول شيء بتكون تعرف انه اتمس سلوك بيجر، وبنفس الوقت في بتبين اشياء معينه. ايش هم؟ اول شيء بتكون عندها ارشد باك. ايش يعني ارشد باك؟ انه ظهره بيكون مقوس زي ما انتم شايفين عشان تبين حالها اطول على اساس، فهو هيك عاده عشان تبين حالها اكبر بصير ارشد يعني مقوس. فلاف تيل، ديلها بكون كمان عشان تبينه أكبر بصير زي كأنه طالع منه شعر زيادة. أصلاً بايلو إركشن معناته إيش؟ معناته يعني انتصاب الشعر، فطلعوا كيف الشعر تلاقوه زي كأنه واقف إذا بتدققوا يعني بالضبط، بكون كله واقف بكل جسمها عشان تبين حالها أكبر. فبايلو إركشن وفلاف تيل وأرشت باك، والنيلز بكون إكستشيت. إيش يعني؟ بكون أظافرها إذا كمان تطلعوا بي يعني عن قرب بكون الأظافر مطلعتهم. هلا عادة البسة عادي بكونوا مضبوبين لجوا الأظافر، أما لما تكون بهاي الحالة بكونوا طالعين لبرا يعني جاهزة إنها تنقض على الواحد. هلا اللاك بوزيشن، طلعوا على إجريهم بكون فول إكستنشن، يعني إذا كانوا فول إكستنشن طالعين لفوق كامل يعني مدينهم على الآخر، معناته إنهم كونفيدنت إن عندهم ثقة وممكن يهاجموك. إذا كانوا كراوتش لو بالعكس نازلين لتحت، يعني البسة نازلة تحت بكون خايفة او انسكيور، يعني مو يعني ما عندها هاي ثقه النفس اللي هي فيها لما تكون عن اجريها فول اكستنشن. هلا بدكم تعرفوا كمان انه هلا هاي البوستشر ديفنسيف بوستشر، ممكن ديفنسيف بوستشر يكون ايش ماله؟ تعملها لاترال. لاترال يعني بشكل جانبي، انها بتعمل كل هاي الحركات بس ايش؟ it turns to the side to seem bigger. اوكي
فبتحاول انها تلف على الجهة الثانية، تعطيك يعني تعطيك جانبها عشان تبين اكبر، لانه يعني طلعوا الفريق هون مو كتير مبين اكبر، ام هون مبين اكبر لانه عطيتك الجانب تبعها. هلا الفيميل ريبرودكتيف بوستشر اللي هي الفيميل اللي بتعملها لما تصير بدها تتزعج او بتكون بالاسترس، تمام. هلا اول اشي الفيميل تختار الذكر اللي بدها اياه، فيميل سيلكتد، وبتخليه يقرب عليها لانه عاده ما بتقبل لاي ذكر وما بتخليه تو ابروتش. فايش بصير هون؟ ميل سيلكتد والاوت تو ابروتش، هاي اول خطوه. ثاني اشي بتدخل لما تصير بالاسترس بتعمل بوز اسمها اللوردوسس، هاي اللوردوسس اللي هي هاي الرسمه او هون حتى يعني، بس هون اوضح انه بتكون طلعوا كيف من قدام، بتكون من سطحها على الارض واجريها بكون شوي مرفوعين، ديلها بكون شوي رايح على السايد زي ما طلعوا. هو ديلها مفروض لو هون مش مبين لانه على جنب، هون مبين اكتر، ديل مفروض هيك بالنص، هي زيحته على الجنب، تمام. وبتبرزنس الانو جنتال اريا فور سنيفينج، ايش يعني الانو جنتال اريا؟ اللي هي هاي المنطقه اللي فيها الجنتز والانس، بتخلي المنطقه يعني موجود، عشان هيك بتزيح تيلها عشان يشمها الذكر، تمام. هلا في عندنا اشي كمان اسمه يورين ماركينج، اللي هو الذكر هاي عاده بعملها او بنسميها سبرينج، اوكي. هلا هاي عاده اصلا تنحل لقدام، حتشوفوا انه حيحكوا لكم انه بتنحل بعمليه التعقيم، عشان هيك بنحاول نعملها للذكر لانه بغلب الريحه تبعتها بتكون مش طبيعيه. ايش بيعمل؟ بيروح على التارجت تبعه وين ما بده يعمل له سبرينج، بيبعد شوي عن المنطقه، بعطيه ظهره وبرفع ديله، بصير بعمل ديل كويفرينج يعني بتحرك هيك زي الماوس، طلعوا كيف الماوس عم بيعمل هيك. وشو اسمه small amounts of urine، كمية قليلة بس بصير بروح يعني بنشر هذا الموضوع بكل مناطق البيت. small amounts of urine are sprayed up and out عشان يعمل marking للأوبجكت، أوكي، إنه هاي منطقتي. هلأ وممكن يعملوا marking للتريتوري تبعتهم غير spraying بالبوز، كيف يعني؟ هلأ أصلاً الباد تبعتهم لعائدهم بكون عندها scent mark بتبين ريحة البسة، فلما يعملوا هيك بيتركوا أول إشي سنت مارك تبعتهم عشان بس الثانيين يعرفوا إن هاي منطقتهم. تاني إشي فيجولي إنه بس حتمرق وتشوف هذا المنظر حتعرف إنه إيش، إنه هدول من الكلوز، كلوز تبع بسة تانية بمعنى إن هاي منطقتها. وكمان إشي إنه بتريحهم منها، بعملوا إنه بمددوا الكلوز تبعتهم بريحوا حالهم، ومنها بعملوا شاربينج للكلوز اللي هي بسموها شحذ، إنه شو اسمه بخليهم مدببين أكتر، مدببين أكتر. اوكي هلا اخر اشي، مش اخر اشي لسه، بدنا نحكي عن الستريننج تكنيكس، كيف نعملها الستريننج. بدكم تعرفوا بشكل عام الساينز اوف بين تبعهم، متى البسس بكونوا عم بيعانوا او عم بحسوا بوجع، اوكي. هلا هم عاده بهاي الفتره او يعني لما يحسوا بوجع بيحاولوا يتخبوا وما يتحركوا، ما بكونوا عم يقعدوا مع حدا ولا يتفاعلوا مع حدا، بكونوا متوجعين وخلص، they hide or refuse to move. في ساينز ثانيين ممكن يصيروا يعملوا panting ودرولينج، اللي هو بصيروا البانتينج اللي هو عادة الكلب بيعمله أكتر، اللي هو بصيروا بالهتو، تمام، طلعين لسانهم بالهتو، ودرولينج بصيروا بريلو، refusing to eat ما بأكله، هاي أول إشارة. تاني إشارة بكونوا بعملوا hunching أو tucking up a painful stomach، إنه بكون تحسوا منحني وزي كأنه tucking up a painful stomach، إنه بكون مبين زي كأنه كيف أحكي لكم، إنه بكون هلا خليني أفرجيكم صورة. هي لقيت صورة هون بس حاطينها على كلب، بكون زي هيك، طلعوا كيف بكون منحني بحاول زي كأنه يخبي بطنه لما متوجع بهاي الطريقة. هلا البوينج ابين في النك، بكون زي كأنه نفس الإشي، إنه رقبته بكون منزلها لتحت، أشوف إذا في صورة، يعني تقريبا زي هون طلعوا كيف منحنية رقبته، نفس الإشي. فلينشينج وين تاتشت، إذا بتمسكه حيصير زي كأنه ينقص من الوجع. وسكوينتينج اف ان اي از بينفل اور ووتري، اذا اجاك كلب متوجع شايفه وشايف عينه زي كانه مغمض، شبه مغمضها زي هون، بتعرف انه ما لعينه اشي، مستحيل هيك طبيعي. هلا ريستريند، كيف نعملهم ريستريند؟ هلا هيومين ريستريند سيرفز 3 بيربسز، لازم نعملهم ريستريند طبعا بشكل انساني مش ناذيهم، بس بنفس الوقت ايش الهدف تبعهم؟ 3 اشياء. اول اشي it protects you from being bitten or clawed while administering first aid. هلا انت هدفك بدك تساعد الحيوان، تمام، بس بنفس الوقت اولويه زي ما قال حتى الدكتور شوكت، انه اول شيء اولويه انه انت ما تحط حالك موقف انه تاذي حالك، فاول شيء بيحميك من العض ومن الخرمشه وانت قاعد بتساعدهم، تعملهم first aid انه
بتعطيهم تعالجهم، وتاني إشي بيصعب على الحيوان إنه يتحرك كثير عشان ما يأذي، لا يأذي حاله ولا يأذي، أهم إشي إنه هو ما يأذي حاله كمان. وتالت إشي بخلي البت تبعك بـ one place، يعني ما بخليه يتحرك عشان تقدر تشوف الإنجري تبعه بشكل صح وتعمل له examination وتحدد إيش ماله وتعمل له treatment تعالجه. هلأ المزلز، المزلز هم إيش؟ اللي هي زي ما أنتوا شايفين نستخدمها عشان الكلب ما يعض أو البس حتى، لأنه عادة أي حيوان حيعض كردة فعل لما يكون متوجع. هلأ في commercial muzzles، commercial muzzles هم التجاريين اللي إذا شفتوا كمان وقت الخيمة البيطرية كانوا كتير موجودين، في كلاب كانوا محطوطين لهم، عادة بيكون حتى مسكرة من قدام يعني من كل الجهات مسكرة عشان ما يعض، وبتقدر تعمل هوم ميد مزل. فرجتنا الدكتورة ميرا كيف نقدر نعمله بخيط يعني، أو سوري مش بخيط، بتكون زي شاشة تقريبا زي هاد أوكي، بشكل نيرلي أو إيكولي إفكتف، إنه عادي بيقدر يكون أز إفكتف، بس طبعا أكيد الكوميشن مزل صغير. هيهم هدول زي هدول أوكي، هدول أنت ما بتقدر تعمل تشتريهم. هلأ هدول بيكون عادة للإيش؟ للبسس والكلاب الشورت نوز زي البوكس، شايفين البوكس ما بتقدر شوف الفرق، هذا الكلب منخار وطالع لبرا، تقدر تركب له واحد انت تعمل له اياه، هذا ما راح تقدر ولا البسس حتقدر، بدك تشتري لهم شراء لانه طلع كيف منخارهم بتحسه زي مفطوس داخل لجوا، عايش بدك تربط بتشتري له هاي الاشياء بنسميهم مزز للشورت نوزد انيمالز، واحفظوا مثال على الكلاب زي البوغز، بكونوا تشالنج. ليه؟ لانه قلنا انه ما عندهم منخار عشان تقدر تسكروا زي الناس عليهم. وهي هذا المزل اللي للبنخار الطويل، هذا اللي نشتري شراء الكوميرشال مزلز تمام، طلعوا كيف بكون عادة مسكر كمان من قدام. هاي للونج نوز دوغز اللي هم زي هدول اللي منخارهم طالع لبرا او طويل. اذا ما بدك تشتري كوميرشال بتقدر تعمله من اي ماتيريال عادة، زي مثلا النكتوي اللي هي الجرافة، او مثلا جيب ليش زياده، او جيب زي روب او جوز او اي شيء عشان تقدر تربطه، بتروح قلنا بتحطها على جو تبعه بتربطه بسنجل نوت اون توب اوف هيز نوز هافتش بنسميها اوكي، بعدين بترجع بتجيب هي اول شيء بتيجي بتربطها. هلا هي الدكتوره فرجتنا طريقه تانية، بس انتو كمان بدكم تحفظوا هاي الطريقه اللي مكتوبه بالسلايدات. اول شيء بتوها على الجو تبعه، بتيجي بتلفوها هي هون، بتلفوها حوالين الجو وبتربطها ربطة أولى أول إشي، بعدين بتجيب النهايتين تبعونه وبتربطوها كمان سنجل نوت، بعدين يعني بيكون تو سنجل نوت، بعدين إيش بتلفوها لورا وشو اسمه على رقبته وبترجع تربطهم إن أبو أو عنات بعقدة بتعملوها عشان ما تفلت. هلأ بدنا نحكي عن ريستين تكنيكس بالتفاصيل. هلأ أول ريستين تكنيك تعلمناها المزل أوكي. هلا بدكم تعرفوا انه احسن اشي تحطوا السمول باتس اذا كانوا صغار يعني سهل انك تحملهم على الكاونتر، اللي هي بكون زي اذا عمكم رحتوا عند طبيب بيطري عادي بكون عنده كاونتر، او شفناها باللاب اللي هي هاي اللي بتكون زي كانها سيلفر الدكتور بعالج عليها على الكاونتر، او تيبل توب زي طاوله طويله بحطوها عليها عشان تكون على مستوى خصرك يعني تعرف تتعامل معها تكون انت فوقيه. هلا هذا الاشي كويس يعتبر لي لانه عشان ما تحط كثير ضغط على أو يعني وزن على المنطقة اللي مجروح فيها أو منأذي فيها الكلب أو البسة طبعا. هلا الكلاب الميديوم أو اللورج وقتها يفضل إنه إيش تعالجهم على الأرض، لأنه ممكن إذا حملته وحطيته فوق وفعفط زيادة ووقع، الوقعة ممكن تأذيه أكثر من الإنجري تبعه أصلا اللي عنده إياه هلا تمام. هاي صور عن الريستينت اللي نحن بدنا نتعلمهم. أول إيش حنتعرف على الريكلاينينج ريستينت تمام، اللي هي إنه نخليه على جنبه، اللي هي هون معرفينها to place your pet on his side with the injured area facing up. أكيد يعني بدك تنتبه إنه عن الصورة إنه أكيد ما تكون هاي يعني ما تكون الجهة الثانية اللي فيها الجراح، الجهة هاي اللي بوجهك اللي عندك هي اللي تكون الانجرد عشان تقدر تعالجها مش تحطه عليها. هلأ كيف تعملها؟ أول إشي بإيد واحدة تمسك الأنكل تبعه اللي موجود على الفورلك من هون بتمسكه تمام، أول إشي بواحدة من الإيدين that's against the ground، وجنتلي بتحاول انك تضغط ايدك على الشولدرز تبعونه على كتافه. بالايد الثانيه نفس الاشي بس بالاجر البرانيه، وايش بصير؟ بتشقلبه وبتزبط. هلا هاي عاده ليه هيك بنستخدمها؟ هلا احنا عاده بنقدر نعملها من خلال انه تمسكهم حوالين رقبتهم زي هون وتلفهم وتقعدهم هيك، بس ايش القصه؟ هلا هاي احسن ليه؟
تزبط عادة الكلاب الميديوم واللارج دوجز، اوكي، او الدوجز وذ مين بروميننت ايز. ايش يعني بروميننت ايز؟ زي هيك، هدول اللي بيكون عيونهم تحسهم بعد شوي حيطلعوا من مكانهم. تمام، وين راحت؟ هيو، اللي هم زي البريد، هذا البريد اصلا شفتوه بالصوره، اللي هو الباكنجيز. اوكي، الباكنجيز بكون هيك لون، هيك عيونهم طالعين من مكانهم، فاذا تضغط على رقبتهم ممكن عن جد يطلع من مكانهم وبصير خطر على صحتهم. ومسميها prominent eyes، معناها ايش؟ انه زي ما انتم شفتوا بالصوره. فايش بنحاول نعمل بهاي الحاله؟ reclining restraint. وهي صوره للreclining restraint، طلعوا كيف. هلا عنا الستراتش او السكروف restraint. هلا انتم عرفتوا ايش طبعا السكروف عند الكلب، تمام، هي اللي هي بتكون at the back of the neck. تمام، هلا with cats grasp your pet by the loose skin at the back of the neck. السكروف كمان عند البسه with the one hand. بتعرفوا البسه بكونوا عند رقبتها تحت راسها تقريبا في loose skin، في جلد زياده اللي هي الام عاده تحمله منها، بتقدر تمسكهم من هون with one hand وعادي اصلا ببطلوا يتحركوا، وبعدين تمسك الهايند ليبس تبعونهم with the other hand، اجريهم ورانيين، وبتمد البت تبعتك وبتحطها على التيبل توب وانه بتفردها هناك زي هون. طلعوا كيف بالايد الاولى حاطين هون على اللوز سكن سكروف، وبالايد الثانيه ماسكين الهايند ليجز وحطوها على التيبل توب. هلا عندنا الهوجينج ريستريند. ايش الهوجينج ريستريند؟ اللي هي بتحط ايد واحده تحت او يعني حوالين رقبه النك زي كانك عم تعبطه لصدرك، وبالايد الثانيه بتمسك من تحت الجسد بتقربوا عليك. اوكي، هي اظن في صوره هيها. وهي عاده اصلا بتكون للكلاب اللي كثير كبار، اللي زي اوفر 20 باوندز، تمام، وزنهم بكون. وكثير سهل لما بدك، يعني امتى بتستفيد منها؟ لما بدك تحاول تعمل immobilization، اللي هو انه ما تخليهم يتحركوا من وين؟ من الابدومن، من التشست واللجز والباك، طلع ما بتحركهم. فزي ما هون عاملين، طلعوا كيف ماسكها من عند النك وزي كانه عابطه لعنده وجايبتها لجهتها بهاي الطريقه. هلا عندنا شيء اسمه الاي كولرز او الاليزابيثن كولرز. الاليزابيث اللي هي راجعه للملكه اليزابيث، اذا كنت تشوفوا على وقت هذاك العصر كانوا يلبسوا الملكات زي هيك، طبعا ارقى كان يكون بس نفس المبدا. هلا الاي كولرز بنختصرهم، بنحكي اي كولرز بنستخدمها ليه؟ عشان نمنع الكلاب والبساس من انه، هلا الكلاب والبساس انتم بتشوفوا انه بيقدروا يلحسوا او يعضوا اجزاء حتى يعني ظهرهم من عند الجينيتلز تبعونهم، بطنهم بيقدروا يوصلوا، تمام. فلما يكون عم يعمل لهم عمليه او في عندهم انجريز او جروح، عشان نمنعهم من انه يضلهم يعضعضوا عليهم او يلحسوهم، بنحط لهم الاي كولر، طلعوا بمنعهم من انهم ينزلوا يلحسوا يعملوا اي شيء. هلا بدكم تعرفوا كمان شيء، انه they protect، انه ممكن مرات يكون عندهم سورس على وجههم، فبيحميهم من انه بدل ما انه يخرمشوا حالهم على وجههم او انه to pose themselves، بيحموهم من هذا الشيء لانه طلعوا كمان ما راح توصل ايديهم. سوري. وبتقدر تشتريهم عادي بأي vet clinic، بأي pet supply store، موجودين كثير، موجودين متوفرين، وبتقدر تعملهم بالبيت كرتونة أو هيك إشي. طبعاً هدول أحسن. هلا injection sites، ركزوا معي هون. The purpose of injection، ليه نحن عادةً نعطيهم إبر؟ تمام؟ أول إشي عشان نعطيهم fluids، medications و testing. fluids اللي هو نعطيهم سوائل، يكون مرات عندهم نقص بسوائل. medications هو عشان الأدوية او الفاكسينز او وات ايفر. تيستينج عشان نعملهم نتاكد مثلا اذا نسحب دم او بنسحب هيك. اوكي، هلا عاده عندنا 3 راوتس، 3 طرق. انترفينس الاي في اللي هو عبر الوريد، انتراماسكولار اللي هو اي ام اللي هو بالعضل، سبكيوتينيوس اس سي اللي هو ايش مرات بيحكوه اس كيو اللي هو تحت الجلد وكثير مستخدم. هلا بتشوفوا حكينا عنه حتى وقت وحده الكيلان والفيلاين وقت الفاكسينز، بس هون بالتفاصيل. اوكي، هلا اول شيء عندنا سيفتي كونسيدريشن اوف انجكشنز، في اشياء لازم نتبعها عشان نحافظ على صحه ال يعني على يعني نكون سيف اصلا بشكل عام. اوكي، اول شيء لازم نعمله تو يوز ستيرويد تكنيكس، لازم يكونوا ايش؟ معقمين. يعني اذا اجت يعني اذا صدفه، هلا انت طبعا كطبيب بيطري اذا رحت على العيادات بيجيبوا لك باكج كبير بكون فيها كميه كبيره من الانجكشنز، اوكي، من الابر. بتيجي إذا لقيت باكج كانت إنه دامج ما لها إشي، هاي تعتبر غير معقمة، بكون صار لها إشي، ممكن تكون واحدة فيهم انفتحت هيك ما بزبط تستخدم مع الحيوان. بدك تتأكد لما تيجي تطلع ال يعني الإبرة بالباكج تبعها، بتمسكها بتصير بتطلع إذا في أي مزع أي دامج بتكبها بالزبالة.
هلا عصير تكبها بالزباله، كيف يو ديسبوز اوف شاربس، كيف يو ديسبوز اوف ذم، وين بتكبهم؟ ما بتكبهم بالزباله عاديه اللي كل حدا بكب فيها، ما بزبط، عشان بتخاف انه في ناس they reuse them، انه بيقدروا يرجعوا باخدوها وبضلهم يستخدموا فيها، وهي طبعا اشي غلط وغير معقم. او ممكن يعمل انجريس بالغلط، يجي حرام عامل نظافة او هيك حدا بده ينظف الزبالة يروح ينجرح فيها. فايش بنعمل؟ اول اشي الهم بكون زبالات معينة، هلا حنحكي عنهم بالتفصيل، بس في قبل في اشي مهم لازم احكي لكم اياه. هلا انتو عارفين النيدلز، اذا عمركم شفتوا الابرة بكون الها زي غطا، تمام، كاب بنسميها، اوكي، زي هيك هاي الغطا تبعها وهي الابرة نفسها. عادة ايش بتعمل لما بدك تيجي تعطي الانجكشن؟ تشيل الكاب عنها، تعطي هذا المطعوم او whatever. وايش لازم تعمل؟ هلا يفضل انك ما تعمل ريكابينج. ليه؟ لانه في ناس بالغلط بيجوا بايد واحدة ماسكين، تخيلوا معي بايد واحدة بكون ماسك هون مثلا، ماسك الابرة هون، ماسك الكاب، بيجوا بدهم يسكرهم على بعض، يروح بالغلط يعني ما بحط، لان الكاب كتير نحيفة، طلعوا بالغلط ما بدخلها فيها، بروح بالايد الثانية بكون ماسك هاي بالغلط، بروح بغز حاله بالابرة، ممكن خطر. ابصر شلون عم تعطي انت الكب، اذا عم تعطيه فاكسين لداء الكلب ولا عم تعطيه هيك، حتى اذا تعمل لحالك مصيبه. فاذا كثير مضطر انك تعمل له ريكابينج، استخدم ايد واحده، او نحن بنسميها الون هاند تكنيك. كيف يعني؟ اول اشي بتحط الكاب على ليفل انه افقي، بتحطه على طاوله او على هيك زي ما هون شايف، على سطح منسطح، يعني على اشي مسطح. بتجيب بايدك الثانيه النيدل، شوي شوي بتحاول بتدخلها يعني نص، تقريبا نص الطريق جوا الكاب، بعدين شوي شوي بترفعها هيك، بترفعها لفوق عشان تنزل تسحب كاملة لتحت، بعدين بأصبعك بالإبهام اللي ماسكها فيها بتسكرها، تمام، ما بتستخدم إيدتين، أوعك، أوكي، عشان ما تأذي حالك. هاي هون قلنا إلهم النحاويات أو زبالات خاصة إلهم، هاي على طول أصلا تتقلص منهم بطرق معينة، مو مع باقي شو اسمه النفايات تبعون الإنسان الطبيعي يعني المنزلية أو هيك. هلا نيل سبلايز، في أشياء بنحتاجها عشان نعطي إنجكشنز. هلا أول إشي حنحتاج الدواء أو المادة اللي نحنا بدنا إيش نعملها إنجكشن. تاني إشي نحتاج كحول معقمة، تمام، وطبعا مع كوتن بول قطن عشان نعقم فيها. تالت إشي هلا السرنجات أو النيدلز، سنجات والنيدلز بيجوا بأحجام مختلفة، بدك تنقي السنجة اللي حجمها صح والنيدل اللي حجمها صح. وآخر إشي شاربس كونتينر، اللي هو اللي هي البلاستيك، اللي هي اللي شو اسمه، بسم الله، هذا اللي منكب فيه النيدلز، تمام، نسميه شاربس كونتينر. هلأ بدنا نحكي أول إشي عن الماني بونكشر، الفيناي بونكشر والآي في إنجكشن، اللي هي كيف نخزق الوريد بالطريقة الصح، والاي في انجكشنز بشكل عام. موجود نفسه عند الكلاب والبساس، بكون عند الفرونت لمب اللي هو اللمب الامامي، وبكون وين؟ تحت القلب تقريبا، تمام، هيو يعني هي الكوع وهي السفالك، بكون السفالك فين، سوري، تمام. هلا ايش نحن بنعمل؟ اول اشي بكون طبعا عامل ريستريمت للكلب عشان ما يتحرك ويكون حدا ماسكه معك. ايش بصير اول اشي؟ كيف لازم انه تشد، لازم تشد على الفين عشان تقدر تشوف، تطلع بكون عليهم شعر وهيك عشان تقدر تشوف زي الناس، حتى من الصورة قادرين نحن نشوفه، هيو مبين نوعا ما. بتمسك كيف الفين من خلال تعمل gripping ورولينج laterally، بتمسك بتشد عليه وزي كأنه بتعمل رولينج يعني بشكل جانبي. هلا اول اشي كيف تعمل prep للاريا؟ you prepare the area اول اشي by clipping and wiping with alcohol، انه بجد كيف لما تروح يسحبوا لك دم او كل هاي الاشياء، انه بشدوا لك على ايدك وطبعا بمسحوا بالالكهول نفس الاشي، بعدين بدخلوا النيدل up to the vein بشكل علوي مش لتحت، بتخاف تكسر النيدل داخل ايد الكلب. وبعدين ايش بتعمل؟ شوي شوي ترجع يعني gently pull back بس عشان تتأكد انك انت جوا الفين، ولما يكون ظابط خلص انه تثبت مكانك زي هون. هي عادة أصلاً بيحلقوا له الشعر لأنه كتير صعب تشوف. فهي الفين طلع كيف بكون مايل السرنجة لفوق، بدخلوها بسحبوا دم وخلص، تمام. هلأ السفينيس فين هذا بيكون موجود وين؟ بالهايند لمب، أوكي، كمان نفس الشيء، أي بيحلقوا له عادة شعره عشان يقدروا يشوفوا، ونفس المبدأ بحطوه
يعني نفس الإشي بالضبط. بعقمه أول إشي هيهم السبس. prepare the area, insert the needle bevel up into the vein, وبعدين gently pull back عشان تتأكد إنك أنت بالفين, بعدين hold off and complete it. هلا الجوجيولر فين نحن أرادي بنعرفه اللي هو بيكون عادة عند الرقبة, نفس الشيء بنحاول نحلق لهم بكل الحالات by the way. هلا it should be done in the middle third of the vein, بنحاول نعمله لا بأوله ولا بآخره, بالنص third of the vein يعني ثلث الفين تقريبا بكون بنصه. اوكي هلا bending the needle can be done to keep the angle special in cuts, انه من حق انه بزبط هون انه طلعوا كيف هون بعجين الإبرة. هلا بطريقة طبعا مش تكسروها, نبعجها اساس ايش عشان نقدر انه طلعوا كيف هون انه الكلاب والبسس خصوصا بالبسس انه بنضطر انه نطعجها هيك عشان نحافظ على الزاوية لانه عشان ما يتحركوا عشان زاوية رقبتهم غير. طلعوا هون. هلا intramuscular injections اللي بالعضل. هلا عادة الـ IM injections may be performed with thigh muscles اللي هما بعضلات الفخدة, يا إما on the front of the rear limb, ركز هون باللمب الخلفي بس بالفرونت تبعه. اوكي فيعني الجزء الأمامي من الرير الخلفي اللي نحن بنسميه الكوادرايسبس جروب, أو بال يعني الجهة الخلفية من كمان الرير لمب اللمب الخلفي. اوكي اللي نحن بنسميها وقتها ايش, بكون تحفظوا عن اسماء العضلات, السماي ممبرينس او السماي تندينس. اوكي هلا وين ايفر يو ار ان ذا مسلز, كل ما تكون تعطي قاعد انجكشن بالعضل لازم ايش تتاكد انه البلنجر اللي هي الجزء من ال يعني طلعوا عند البلنجر, يا رب الاقي لكم صوره واضحه اللي هي هاي اللي محل ما نحن بنسحب منها يعني بتسحبها عشان تسحب دم. لما تكون هناك بتحاول ايش تعمل, شوي بتسحب البلنجر لورا عشان تتاكد انك انت مش بالغلط دخلت بشريان او بفين, عشان بالغلط ما تسحب يعني تحط الانجكشن بالغلط, يعني انت المفروض تحطه بالعضل تروح تحطه بالدم. فقبل ما تعطيه بس تسحب شوي لورا تتاكد طلع معك دم, تكون الحمد لله لحقت حالك انت بالمكان الغلط. اذا شو اسمه سحبته ما كان في دم, سوري سحبته كان في دم بتكون ب أرتري أو فين, إذا سحبته ما في دم استمر. هاي هون قاعدين بفرجوك وين العضلات, هاي الكوادرايسبس جروب, هاي السمي ممبرينس جروب أو نسميه السمي تنديس جروب. انترموسكولار انجكشن قلنا إنه في عنا نيرف, أوكي هاي هون بكون هاي منطقته اللي هو عصب اسمه السياتيك نيرف. هذا النيرف إذا يعني ضربته ممكن إنك تسبب شلل للكلب, تمام؟ فبنحاول انه نبعده قد ما بنقدر عن السياتيك نيرف. قلنا بكون بالضبط زي كانه جايب وسط الاجر بالضبط, فحتى شوفوا هون الامثله بحاول يبعد عن وسط الاجر, هون هو بكون جاي لهون, تمام؟ هلا هون هي كمان عندنا الترايسبس مسل, هي الايباكسل مسل اللي هو بالظهر بكون. هلا بنحكي عن السبكيوتينيس اللي هو كثير مستخدم اللي هو بالجلد, تمام. هلا اول شيء بدكم تعرفوا انه كيف بنعمل البليسمنت تبع النيدل. هلا في جلد شايفينه لوس بكون عاده يا اما هون عند الرقبه او فوق الكتاف, هذا هو هون بنستخدمهم عاده النيدلز. بترفع اول شيء الجلد وبتعمل زي مثلث, اوكي هلا عن جهته بكون ببين مثلث اكثر من ما احنا شايفين هون من الجنب, وبتحط داخل مثلث. بس بتنتبه انه الدكتوره حتى ميرا قالت لنا من هذا الشيء انه حذرتنا من هذا الاشي انه اوعك انك تدخل الابره وتطلعها من الجهه الثانيه من الجلد, يعني انت شوي شوي. هلا how to avoid medication errors, في عندك 6 rights. في ناس بالغلط حتى عند الانسان بتشوفوا كثير ناس بيموتوا من اخطاء طبيه بكون سببها انه بالغلط عطى الدواء الغلط للشخص الغلط, او عطى مثلا خربط بين اثنين او وقت غلط او الراوت غلط كان المفروض اي في راح عطى اي ام. انتبهوا في 6 رايتس لازم تحفظوهم, 6 اشياء. اول اشي رايت بيشنت المريض الصح, رايت دراج الدواء الصح, رايت دوز الجرعه الصح, رايت راوت انه اي في ولا اي ام ولا كذا تتاكد منه, رايت تايم الوقت الصح, رايت فريكوينسي انه كيف لما الدكتور يحكي لك تعطيه مرتين باليوم, يعني مرتين باليوم ثلاث مرات يعني في التوقيت يعني تعيده بالتوقيت الصح. تكون تحفظ هذول الاشياء مهمين جدا. اورال ميديكيشن عندنا ادويه بتنعطى عادي انه بالتم. هلا البسه كيف نقدر نعطيها اياه؟ اوكي بتمسك اول شيء راس البسه زي ما انتم شايفين من هون,
اوكي فروم ذا توب، طبعا تكون محاولين تعملوا لها ريستريند اصلا انه بطريقه انه ما تخرمشك عشان ما تاذي. اوكي هلا ايش بتعمل؟ بتمسكها فروم ذا توب بايدك الشمال عاده، اذا انت رايت هاند، يعني اذا انت عاده بتستخدم ايدك، اذا انت يعني بتستخدم ايدك اليمين بتمسك راسها بايدك الشمال عشان تقدر تعطيها البل بايدك اليمين. هلا الكات تشيك بونز، العظام اللي عندي تشيك، بنسميهم زايجوماتيك ارتشز. اوكي بدك تعرفهم ليه. هلا هدول الكات تشيك بونز ايش مالهم؟ بعطوك زي كانه هاندل انه تقدر تمسك الراس فيهم بدون ما تضايق اللسه. في هون عند عضلات يعني خدودها التشيك بونز، هدول انه زي كانه تقدر تمسكها بدون ما تاذيها منهم، فبتنتبه انك تمسكها من عند التشيك بونز، هو ايش بنسميهم؟ زايجوماتيك ارتشز. اوكي بعدين بتحاول ترجع الراس لورا، فبس يعني حتفتح تمها وعادة حتنزل اللور جو تبعها لتحت، وعلى طول ايش بتعمل؟ تمسك البل او الكبسوله يعني اللي كانت بايدك اليمين بين الابهامك وبين الاندكس فينجر اللي هو بتاشر فيه، تمسكه هيك، والاصابع الباقيين حاول حطهم على اللور انسيزز هون، طلعوا كيف عامل ماسك هاي الاندكس فينجر هاي الابهام وهي باقي الاصابع حاططهم على الانسيزز عشان ما تسكرتمها. تحمسنا وين رحنا؟ اوكي وايش تعمل؟ you keep your finger over the small incisor teeth not the sharp fangs، وركم تحطوهم عند الكيلاينز، تمام؟ عند الكيلاينز ممكن يعني بتروح فيها ايدك، بتحطها over ايش؟ الانسيزر تيث الصغار، مش هون بالنص. اوكي بعدين عالسريع بتحط البل او الكبسولة ابعد ما يمكن بتمها فوق اللسان طبعا، وعلى طول بتسكر التم وبتنفخ على منخار البسة عشان يبلع، تمام؟ هلا اذا البسة ما عم تفتح تمها وانت عم بتحط ايدك يعني باول خطوة، ما عم حتى لو رجعت راسها ما عم تفتح تمها، حط البل قدام يعني بتحطها هيك زي نفس الاشي between the thumb والindex finger زي قبل، وبتستخدم اصبعك اللي بالنص عشان بنفس الايد اللي انت ماسك فيها يعني بايدك اليمين اللي انت ماسك فيها البل عشان تحاول تفتح بالغصب تمها اللور جو، ونفس الاشي بتحطه ايش؟ over the small incisor teeth not over the sharp fangs اللي هم ال canine teeth عشان كمان ما تأذي حالك. بالخاوة بتفتح تمها ونفس الاشي بتعمل. هلأ زي ما انت شايف هاي عم بفرجوك بالضبط موضع الاصابع، الميدل فينجر بتستخدمه to hold the lower jaw open اللي هي هون over the low sorry small incisor teeth. هلا عادة بتحطها بتحاول تزتها يعني فوق لسان ابعد ما يمكن عشان تبلعها بدون ما تخنقها طبعا، او ممكن تقدر تستخدم الاندكس والثم انك بايدك يعني تدخلها جوا، تحط يعني اصابعك جوا تمها وتزتها لاخر لسان. هلا اذا قررت انك تستخدم هاي الطريقه اخر اشي بتستخدم الثم والاندكس انك تدخل ايدك جوا تمها زي هون عشان تحط البل over the base of the tongue اخر اشي، اصابعك جوا تم البسه، بدك تستعجل شد حيلك عشان ما تنقط، تمام؟ بعدين على طول نفس الشيء بتسكر تمها بتنفخ على منخاره، او زي كانه بتعملها روبينج او ستوكينج على الرقبه تبعت البسه عشان تخليها تبلع كمان الخاوه. هلا كاتس بدك تعرف عنهم شيء. هلا وزي ما قلنا انهم عندهم خطر بالقبض كمان وبالخرمشه، فنحاول نجيب يعني عملوا طريقه ثانيه بدال باصابعك. في عنا شيء اسمهم بيلينج ديفايسز، اوكي اللي هي هون يعني هي هيك بيكون منظرها. اوكي تيجي تسحبها لورا، بتحط هون البل، هاي هون عملنا انسيرتيشن للبل، وبتدخلها على تمها عشان انت ما تحط اصابعك يعني جوا تم البسه، هذا هدفها، وبتدخلها وبطعميها اياها. هلا بدك تعرف اشي انه كيف بنمسك الديفايس؟ تمسكها بين الثمب والميدل فينجر وذير اندكس بوزيشن تو بوش ذا تريجر، يعني المسكه بتحطها بين الابهام وبين الاصبع اللي بالنص، وبتحط الاصبع اللي بتأشر عليه الاندكس بتحطه بطريقة انه تقدر انك تدخل على السريع البلانجر، هاي البلانجر اوكي عشان على السريع تقدر تدخل البل وتنسحب وين او to prevent premature release. انه مرات في ناس بالغلط بيكونوا تعبوا حالهم حطوا البل ومسكوها صح وجابوا البسة وكل اشي بالغلط راحوا اطلقوا البل بكير، ترجع بدك تعيد كل اشي. بقولوا لك انه in case عشان ما تعمل هاي الحركة شيل الاندكس فينجر اوكي وبوش ذا تريجر بالضبط بيفور ذا سلاجينج ذا بيل انت باك ذا ثروت، يعني باخر لحظه حط اصبعك هذا عشان ما بالغلط تطلقها قبل بوقت. هلا بتقدر كمان انك تمسك الديفايس بايدك يعني بايدك نفسها او ذا ثامب بوزيشن تو بوش ذا تريجر، انه بتمسكها بعرفش اذا في صوره
أيوة تمسكها بالبوينت تبعك بإيدك، والثمب هو إبهامك هو اللي بتفش التريجر، أو between curled fingers إنه تعمل أصابعك هيك. سوري curled fingers هم زي هيك. تمام فش أنا عم بشي نفس الإشي to prevent premature release عشان ما تطلقها بكير. بتقدر إنك تحرك الثمب بدل ما تحطها هيك، تحاول تحطها إيش to push it just before dislodging the pill، إنك تمسكها زي هيك بالضبط قبل ما تيجي بدك تعطيها الإبرة بتعمل زي هيك. هلا كمان ايش بدكم تعرفوا، بتقدر تمسكها كمان زي كأنك ماسك سرنجة، اوكي to hold the device between the index finger والميدل fingers والثمب هو اللي تبوش تتريجر. اظن زي الصورة اللي فرجونا اياها قبل، لا مش زي هاي، زي هاي الصورة. تمام هلا بدك تعرف كيف نعطيها اياها للبسة. تمسك هذا الاشي، بتمسك راسها لورا نفس الستيب الاولانية وترجع لورا. هلا عادة زي ما قلنا انه حتفتح تمها لحالها وبتدخل بتدخل البلانج لجوا، سوري البيلينج ديفايس بتدخلها لجوا اوفر ذا بيس اوف ذا تانك طبعا فوق لسان وفوق اخرته وبتطلقها. هذا البسه ما فتحت تمها نفس الحركه ميدل فينجر اوفر اللور جو فوق السمول انسيسز مش الكينينز وبتدخلها. هلا يو انسر ذا بيل ات ذا اند يعني على البيس اوف ذا تانك اخر اشي. وايش بتعمل لما تشوف انه هذا الجزء وصل لاخر لسانها؟ على طول تطلق يو بوش ذا بلانجر عشان يعني تفلت البل من البيلينج ديفايس، ونفس الاشي بتسكر تمها وبتعملها ستروكينج يا معنك يا اوت البخ مخارها. هلا هون عن ايش بنحكي؟ هلا هدوك بحاله ايش الكبسولات او الحبوب بتقدر تعطيهم ليكويد ميديكيشنز، هم سوائل بينعطوا عاده بين الاسنان وبين الخد. تمام بكون هناك زي كانه في باوتش بتقدر تدخلها زي هون طلع بهاي الطريقه عشان يبلعها كمان زي الأطفال حتى يعني. هلا the medication is quickly squirted على السريع، بتروح بتحطها وبتدخلها جوا الباوتش هاي، بعدين على السريع بتسكر التم وبتصير بتحرك بتعمل stroking للنك وبتنفخ على منخارها عشان على السريع تبلع. والليكويدز بدك تنتبه كثير ليه، لأن ممكن يتشردوا عليها بالغلط، تدخلها على التريكي اللي هو تدخلها على القصب الهوائية. إيش بتعمل عادة عشان تمنع هذا الإشي عشان ما تموت يعني بالآخر من وراها شغلة؟ ما بتقوعك ترجع راس البسة لورا عشان ما تيجي تحاول تفافط وبالغلط ممكن ينزل ليكويد لوين للقصبة وتتشردق وتنخنق زي هاي الصورة. هيك بنكون خلصنا، بتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله تزبطوا كلكم بكرة. مع السلامة.